تغيير الصورة. الحضور الكريم في الصورة لا من جانب التقني لا من جانب الاجتماعي الاقتصادي تداعيات الأزمة وضعكم كل شيء لأن أكيد أن هذا القطاع قطاع اللي عنده دور كبير لأن لاحظنا هذا الرأي العام كيفاش أنه أعطى واحد اهتمام كبير هذا إذا كان شيء أهمية فإن تكرير صناعة التكرير عندها أهمية قصوى فهي تنعتبرها إحنا في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل هي قلب الصناعة في البلاد وإذا مرض القلب أو إلا طاح أو إلا حيدناه راه كتوقف كاع الحركة إذا هذا نظرا لهذه الأهمية أنا كنشكر الأخ اليمني عطى كل المسيرة ديال كيفاش تطور التكرير أشنو كيفاش تم التوزيع كيفاش كيكون التوزيع وشرح بعد كل المسائل لأن كاين واحد الغموض والناس ما عارفينش هاد المسائل التقنية وشنو هي الأسباب وضعنا في الصورة جميع النقاط الأساسية بالنسبة للأزمة الأسباب والنتائج ديالها والتداعيات ديالها وكذلك عندنا مقترحات اللي وضعها الأخ اليمني واللي فسرها بشكل كبير الآن الحضور الكريم نحن راه الإشارة لكل توضيحات اللي بقى وكل المسائل اللي يقدر نكونوا ما لمسناهاش في هاد العروض اللي قدمناها واللي كتكون كتشغل البال ديال الرأي العام واللي ممكن أننا نزيد نوضحوا الصورة والكلمة لكم احنا نتقبلوا كل المتدخلين ولكن كنطلبوا من الإخوان المتدخلين يقدموا لنا الصفة أو الهيئة أو المنبر اللي كيتكلموا بسميته لا كيف تفرق عنها تحصل عن بوصحة هذه بوصحة فيها تواصل هل إحنا كنسجلوا كنسجلوا إذا كان ممكن بلما تسجلوا لازم حتي الأخ إذا كان بوصحة فيها سؤال جواب أنا ما إحنا أنا ما كنت كملة ما كملت كندرة أنا أعطيكم كلمة اسم الصيفة قلتي لا الاسم الهيئة بس اسم الهيئة أو المنبر اللي تتكلم بسميته سعيد رحيم وكالة المغرب العربي لا مرحبا سمعنا مؤخرا بأن واحد من المسؤولين الكبار المسؤول الأول ديال الرسامير تم استدعاؤه من طرف السلطات المغربية للحضور من أجل مناقشة المشكلة نصيحة هذا الخبر بالتالي ما هي النتائج إذا كان فعلا ما هي النتائج التي تم خبات على هذا الحوار واش كاين شي آفاق ديالها ثانيا بالنسبة للمديونية ديال الرسامير أرقام فعلا كبيرة السؤال واش كاين شي دعوات قضائية طرف الدائنين ضد الرسامير في المحاكم واش كاين شي نتائج كذلك للدعوات القضائية شكرا السي بن عقاب جاوبوا طرح واحد السؤال قبل مني هو المسؤولية أنا ما غاديش نتحس المسؤولية ما وصلت إليه الأساميز هو المسؤولية كذلك رجع الناس اللي باعوا بجوج فرانك بسنة وبالتالي المسؤولية ديال الحسن الثاني ثابتة وكذلك المسؤولية ديال جميع الحكومات اللي جات من بعد اللي الأسامي ما كيدخلوش فيها كيعتبروها بحال شي حاجة حتى هي مقدسة بمعنى أنه فيها الريحة السعودية وفيها الريحة ديال القصر وبالتالي الحكومات بما فيها يعني الحكومات ديال عبد الله بن كيران
ولدي سقوه كلهم كيتحملوا مسؤوليه كبيره في هذه القضيه. انا كنتمنى انه المفكرين السياسيين الى اخره يفتحوا هذه القضيه الخاصه خلينا سمير هي غير جات دابا في قناش منها لانه في محمديه راه غير المؤسسه التعليميه القطاع الخاص اكثر من القطاع العمومي لا في الابتدائي ولا في الاعدادي ولا في الثانوي. شكرا. شكرا لك. ديال الامن الطبي في المغرب ومطالب وبالتالي مطالب التامين ديالو وكذلك نطالب عدم المس بالمكتسبات ديال المأجورين. هذا ما كل ما يمكن ان نقوله. شكرا. الاخ محمد طالب. جوج طالب طالب التامين. طالب السلام عليكم. باش تسمعوا لينا ويشاركونا في هذه الازمنه الرساله ديالنا كاجراء عندنا جوج رسائل بغينا نوجهوها من خلال هذا اللقاء هذا. الرساله الاولى حفاظا على الاستقرار والامن الطاقي ديال البلاد وحفاظا على المكاسب والحقوق ديال العمال. كندعيو الناس المعنيين بالامر والناس المسؤولين داخل هذه البلاد هذه باش يحافظوا على صناعة التكريات ويحافظوا على التشغيل ديال الوحدات داخل شركة سمير. شركة سمير قادرة باش تعطي واحد المنتوج اللي بجودة عالية وكينافس يعني المنتوجات ديال السوق العالمية. باش نوفروا باش نحافظوا على صناعة التكريات الناس المسؤولين خصهم يحافظوا بالحصة ديال سمير في السوق باش تسوق المنتوجات ديالها وخص يكون واحد التوافق بين الموزعين وبين دولة وبين شركة سامير باش يحافظوا على واحد الحصة ديالها في السوق ويضمنوا الموزعين باش يستوردوا الخصاص اللي كيحتاجوا السوق من خلال ما جا في التقرير ديال البنك اليمني. الرسالة الثانية هو أنه ما يتمش التهميش ديال الطبقة العاملة والممثلين ديال الأجراء في حل هذه الأزمة وخص يكون الإشراك ديالهم الصغيرة والكبيرة حتى تحل هذه الأزمة إن شاء الله. وشكرا. وكاين المحور الثاني هي طرقنا الاهميه ديال تكرير البترول والضروره ديال ان هذا التكرير انه يبقى لمواجهه كل التقلبات الاقتصاديه والاهميه ديالو بالنسبه للاقتصاد ديالنا. بالاضافه وضعنا المقترحات مجموعه ديال المقترحات لتجاوز مجموعه الخلافات ديال المشاكل او لتجاوز الازمه في المستقبل وهي تقنين هذا القطاع وتنظيمه من طرف الدوله. غنخلي الاول غنعطي الكلمه للاخ الراقي يجاوب في الجانب ديال الاسئله اللي طرحت ليه ومن بعد نحيل الكلمه للاخ اليماني يطرق الجانب اللي كيتعلق بالعقد ديالو. شكرا. طيب اذا مرسى أخرى تحية للجميع الأخوات والإخوان. فيما يهم المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل اللي خدا هذه المبادرة ديال هذا اللقاء التواصل مع الهيئات ديال المجتمع المحلي ومع المنابر الإعلامية في لقاء مشترك عنوانا باش يكون هناك تواصل أكثر وباش حتى المواقف ديال المجتمع ديال الفعاليات والممثلين ديال المجتمع المحلي من احزاب ونقابات ومجمعيات حتى المواقف ديالهم تكون مباشره في متناول المنابر ديال الاعلام. اذا تحيه للجميع ونعتقد انه هذا الهدف كنقولوا نجحنا فيه الى حد مهم جدا. كيهمنا بزاف انه هذا الشيء تكون عنده ان سويت وكنلتقط الاقتراح اللي داروا مجموعه ديال الاخوان اللي حضروا وبالمناسبه حضروا ما بين في لائحه الحضور ما بين المنابر الاعلاميه والهيئات 32 هيئه ومنبر اعلامي فيها ما الخط الاخوان اللي كيعيروا اهتمام كركاع لحاضرين الاطباء تكتبوا مزيان ما ميزت بالدقه اللازمه ما بين المنابر والهيئات ولكن ميزت 9 ديال الهيئات على الاقل 9 ديال الهيئات واضح ان كاين حضره معنا هنايا. هاد الهيئات 9 يمكن تكون شي هيئه اخرى مع السنين ما كتبش مزيان. هاد الهيئات 9 حنا غادي
كمثل إقليمي يعني كسيدتي محمدية غادي نعيطوا لكم بأن لها التوصية اللي كانت خلال النقاش غادي نعيطوا لكم في أقرب وقت لتشكيل هذه الجبهة. نعتبر بأن الفكرة دي لتشكيل الجبهة هي الآن تم تداولها وقيمة على تحل عندها تجربة سابقة كما شرنا ذلك في 2002 و2003. إذا غادي نعاودوا نشكلوا جبهة للدفاع عن سمير والحفاظ على النطاق الوطني، ولعل هذه الجبهة يمكن تكون تمتد إلى بدو المحمدية ويمكن لها تكون في الوطن ككل. فيما يتعلق بإصدار بيان أو بلاغ، الإخوان طرحوا بلاغ طرحوا بيان، إصدار بيان بما يعنيه البيان بالمواقف، ربما المسألة كتحتاج شوية التدقيق لأن المسألة ديال المواقف ما صعيب نديرو بيان وخصو نقاش في حداتو. أدعوكم إذن لأن يناقش البيان ويصدر البيان، يصدر المواقف، مواقف الموضوع باسم الهيئات باللي غادي نعيطوهم في أقرب وقت. حنا غناخدو المبادرة على عاتقنا ونعيطو ونجمعو هاد نطلبو من هاد الهيئات تجي تجتمع هنا ولا في شي مكان آخر ونصدرو أننا نتذكرو من جديد ونصدرو بيان نعبرو فيه على المواقف ديالنا كهيئات. وفي مقدمة هاد بالمناسبة هاد السعود ديال الهيئات اللي حسيت أنا ما فيهمش لاسيديتي، يعني كاين دونك لاسيديتي زائد الهيئات الأخرى، إذا واحد 10 الهيئات على الأقل. فيما غادي نخلي ما تبقى بحق ديال زعما صلب الموضوع غادي يتناول الأخ اليماني، لأن أغلب التساؤلات طرحات بعلاقة مع العرض اللي قدم الأخ اليماني باسم مكتب إقليمي، باستثناء واحد التساؤل ديال فيه ربما فيه كنت نعتقد بأن داكشي اللي قدمت السؤال الأخير داكشي اللي قدمنا في الورقة الأولى ديال المكتب الإقليمي باين في الكرونولوجيا باين في التسلسل الزمني، بأن المكتب الإقليمي والإخوان المكتب النقابي ديال سامير مشاو جلسوا مع المكتب التنفيذي في نهاية جويلي وطرحوا المخاطر اللي كتهدد الشركة 24. نعم بالضبط 24 يوليو. في الاجتماع ديال المكتب التنفيذي ديال لوكات اوت عيط للاخ الاموي بالامتنان وغتقول له حتى التفاصيل، عيط لي ما جاوش قال له راه في الاجتماع ولكن بعد قليل عيط بالامتنان. هكذا دارت الامور، تم التواصل تم المكالمه بيناتهم. الموضوع ديال الحديث هو الاموي كيسول الامتنان على الاسامير، كيسالو تيقول لي واش نتوما على علم بالمخاطر اللي غادي لها الشركه ديال سمير والوضع اللي فيه والاختناق المالي وكذا الى اخره. طرحوا واحد المجموعه ديال التساؤلات انا غادي قلنا وبينا ولكن مزيان تبان لكم. هذا لوكات نهار 4 شنو اللي حصل اللي ما شفناش حنا ولكن عرفناه بالكينا عيط لسمير عيط الناس ديال سمير. هذا الاتصال اللي دار رئيس الحكومه مع الناس ديال سمير ما عرفتش شنو اللي جاو شكون اللي دوا معاه، واش المدير العام ولا شي نائب ديالو ولا كذا، المهم دوا مع الاداره سمير. هذا الشيء اللي خلاهم غد ليه داروا داك البلاغ المعلوم ديال غادي نوقفوا التكرير، بلاغ خطير حقا ديال غادي نوقفوا التكرير لانه عندنا صعوبه ديال السيوله الماليه والتقلبات ديال السوق وكذا كيف ما جا في الورقه اللي راح نعطيها لكم الاخوان، الورقه اللي قريت قبل قليل باسم كتاب الإقليمي واللي غادي تحديد لكم. إذا هكذا تطورت الأمور. نعتبر في الأخير كنقابة كسيديتي مختلف المستويات ديال 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 الأجهزة ديالنا، من المكتب النقابي أخ الرائي راه كندرسها، من المكتب الوطني اللي اجتمع في فاتح رشد في سيدي قاسم، من المكتب الإقليمي اللي مشى خدا المبادرة ومشى طرح الموضوع مع المكتب التنفيذي، من المكتب التنفيذي اللي خدا المبادرة واتصل مع الحكومة. كنعتبر بان جميع الاجهزه ديال سيدتي خدمات اشتغلات باش هادشي ما يبقاش راه جا شي تدخل ديال شي اخوان هادشي بحال مخبينو على المغاربه، جا شي كلمه ديال شي واحد فعلا بحال هادشي كان متستر عليه، فعلا يظهر ان اللعب خطير وكبير. ما ندخلش في التفاصيل لانه حنا كنتكلموا ومحتاطين الحاضرين ما بغيناش نتسماو عارفين. قال الاخ اليماني واحد العباره يمكن ما سمعتوهاش مزيان، واحد العباره تتقال عندنا في العرويه وخا الان اليماني بعيد على هاد العرويه ديال هنا، واخا كان قال التيران كيضربوا والبرواق وكذا، حنا وين البرواق؟ الله على البرواق، ها؟ سخط الله على البرواق، سخط الله على البرواق. يعني كاين جروب مونديال ديال لي بيترولي، كاين المكرر اللي كيدير التكرير،
يمكن كاين شي صراع ديال المصالح وشي لعب كبير، وكاين كاين صراع، كاين صدام، وربما جهات اخرى في الداخل والخارج. هادشي كله حنا بالنسبه لنا كنقابه وغادي نخدم هنا، حنا كنقابه الحرص ديالنا الاول المصالح ديال الطبقه العامله ديال الاجراء، حنا هو المرؤوس، الحرص ديالنا هو المرؤوس. ولكن كذلك قلبنا حنا نقابه، حنا نقابه لا سيدريتي، اسباب ديال النزول ديالها وديال التاسيس ديالها نقابه اللي جات باش ما يكونش الانشغال الاساسي فقط هو الخبز، الخبز ايه، نحن نقابه ندافع عن خبز الطبقه العامله، ولكن كيهمنا الوطن، كيهمنا الوطن ديالنا، وكيهمنا الامن التقي ديال بلادنا، وكتهمنا المصالح الكبرى ديال البلاد ديالنا. لذلك حنا كنتزوجوا بين هذه المستويات كلها، وفي هذا الاطار هذا كيندرج حتى هذا اللقاء، وكندرج جميع المواقف ديال سيدتي. شكرا لكم، تحيه نظريه. شكرا للاخ الراقي. انا غادي نحاول نجاوب على مجموعه ديال التساؤلات والافكار اللي جات. النقطه الاولى فيما يتعلق بالحقوق ديال الاجراء الضمانات، كان واحد الاخ طرح سؤال ديال الصديقي. الصديقي هو وزير الشغل ياك؟ وزير التشغيل. وزير التشغيل والشؤون الاجتماعيه، هذاك هو اللي قال لهم راعي الغنم ولا شي حاجه، لا الراعي ديال المغاربه. اللي بغيت نقول في هذا الملف ديال سمير، منذ وزير الشغل اللي كان هو المنصوري واللي تعاقب منه أرماني وتعاقب منه سوري وتعاقب منه صديقي، ما كاين حتى شي وزير الشغل اللي قدر يعيط لنا كنقابة ديال الكونفدرالية ديال سمير واستفسر لنا على السيل ديال الرسائل اللي كنصيفطوها، وتذكروا فوقاش كان أرماني وزير في التشغيل، والقضية ديال الاستقبال ديالنا من صديقي ما كايناش واكثر من ذلك اذا كان صديقي عنده المندوبيه ديال الشغل داخل المحمديه، الاداره ديال سمير في ادنى مستوياتها كترفض تجي المندوبيه الشغل، والمندوبيه ديال الشغل كتخاف من الاداره ديال سمير، والعامله ديال المحمديه كتخاف من الاداره ديال سمير. وهذا الشيء راه قلناه في الجلسه ديال المؤتمر في 9 ماي، رجعوا بالتشجير ومكتوب في ذاك الكتابه ديالكم. اذا نحن نقابين كنقوموا بالدور ديالنا. الضمانات شنو هي؟ الضمانات عيط لنا السيد العامل نهار الجمعه الفايته، واتصلت بنا العماله قبل ما ندخلوا اليوم بانه قالوا غادي تعقد اللجنه الاقليميه. فوقاش؟ سير ديما الكوبين، ما عندناش شي تاريخ دابا ديال انعقاد اللجنه الاقليميه. حنا كنطالبوا من انعقاد ديال اللجنه الوطنيه للبحث في النزاع، لان نعتبره نزاع اجتماعي للغرابه. كانت النقابه هي اللي كتعلن على الاضراب، دابا ولات الاداره هي اللي عندنا الاضراب. يعني باش كتقول الاداره بالغ هي توقيف الانتاج، حنا كنديروا الاضراب. علاش كنديروا الاضراب؟ باش نوقفوا الانتاج. دابا الاداره دارت توقيف الانتاج وخاصهم القطاع كما كتطلبوا مني كنديروا حنا الاضراب. الضمانات جات من جهات اخرى من وزاره الداخليه على مستويات، لانه الاجراء فهم لا يحزنون، ولكن كما كيقولوا المغاربه الضمان بشكرته. واش هاد الوزاره، واش هاد العماله، واش هاد الوزير عنده مليار ونص ديال السنتيم اللي يمكن يعطيها طول الشهر الاجراء اللي شركه سمير؟ ونحن الاجراء نقبل الصدقه من اي كان. حنا الا نتجنا ودرنا قيمه مضافه وادينا واجب من اجل تامين الحاجه الطاقيه للمغاربه نستحق اجورنا، باش نبقاو عايشين على النظام ديال الصدقه ذو الريع. نحن من نقابلتها عابد الريع، بمعنى نطالب بحل عاجل المشكل ديال سمير، تكون فيه النقابات والممثلين الشرعيين ديال الاجراء طرف اساسي في اعاده كتابه المعادله. اليوم دابا تكتب المعادله، في اللحظه اللي كنتكلموا معكم تكتب المعادلة. نقول بأنه البارامتر ديالنا اللي هو إكس ولا إيكغيك ولا زد ولا تي ولا إم يخص يدخل في ليكواسيون. حنا ما بغيناش تفك المعادلة وفي الأخر حنا نبقاو شايطين بحال الياس. والضمانة الحقيقية
هو انه انعقاد الجوطي. علاش؟ لان مقتضى مدونة الشغل تقتضي بعقد اللجنة الوطنية، لانه الامر يعتقد بنزاع في اكثر من قطاع. نعتبر بانه الاخوان في سمير ها هما مباشر، الاخوان في سلام غاز ها هما جايين، كل فروع للمجموعه معنيه. بمعنى النزاع من كيخرج على اكثر من قطاع يمكن للنقابه ان تدعو الى عقد اللجنه الوطنيه التي يترتصها وزير الشغل. وعلمنا المطلق بان وزير الشغل لم تكون له اي اراده ولا سلطه لحالة الموضوع، لانه في الطرح اللي قلنا لكم ان مشكل سمير يتقاطع فيه الامني بالدبلوماسي بالسياسي بالاقتصادي بي. والمهم نحن ككونفدراليه الديمقراطيه للشغل ما بغيناش نزيدو ليسانس على العافيه، وحتى ليسانس ما بقاش عندنا. إذن فيما يتعلق بالأجرية واضحة، حنا كنستناو، وحنا قلنا لكم سنستنفذ كل محاولاتنا باش ما ندخلوش في التأزيج ديال الصراع. ونتمنى على أنه المسؤولين يلتقطوا الرسالة ويعفيونا من السقوط ديالنا في هذا الفخ. وهذا الكلام قلنا للسيد العامل في الاستقبال ديالو، وبلغ لمن له السلطة أو له حل الحال بشكل واضح. الإخوان الصحفيين طرحتوا مجموعة من الأسئلة، واش تم الحجز على الحسابات ديال الشركة؟ واش أنه داك الشيء اللي غادي يجيب الرأس مال غير كافي بالنسبة للتطوير ديال الحركة؟ واش أنه من يتحمل المسؤولية في مواقع؟ واش أنه كاين هناك تهريب ديال المال؟ واش أنه كاين هناك خونة؟ واش انه هناك سوء تدبير؟ نحن في النقابه لسنا من اهل الاختصاص ان نجيب على هذا الموضوع. حنا قلنا بصريح العباره بانه كاين ازمه، هالمشاكل هالتداعياتها، وكل واحد يخص يتحمل مسؤوليته ويتكلم اشنو واقع في الموضوع، لانه الامر مرتبط بخصوصا في ظروف مظلمه وبمجموعه من التوابع اللي جاو ليها. وحنا جينا مسؤوليتنا حنايا كمغاربه قبل ما يكونوا نقابيين هو انه اليرطينا الامم المكلفون. نعطيكم مثال بانه السيد العام ديال المحمديه جلسنا معاه الراس في الراس في 2013 وشرحنا الوضعيه، فماذا قام به السيد العام؟ وهذا الشيء هذا درناه في الحريق ديال 2002، جلسنا مع السيد العامل 16 نوفمبر وقلنا لي الا ما تحركتوش وتخاد الاجراءات اللازمه غتنوض العافيه. 9 ايام موراها نوض العافيه. واش الكونفدراليه شوافه؟ واش نعلموا الغيب؟ واش؟ لا، حنا كنتبعوا مجموعه ديال المؤشرات وكنعطيو امالي الحال يديرو. وحاضرين غا حنا النقابه شحال من واحد جا حضر، اش قال يمانه، اش قال الرقاش، قال هذا، اش قال هذا. وحدو البحر برير حال، وحدو الحوايج الاخرين، وحدو مسائل اخرى اللي هي عندها الاهميه بالنسبه للبلاد وبالنسبه بشكل عام.